اليوم تقدم واحد التحدي اللي هو عباره عن سطله الماء مع الكلاسيكو كما تشوفوا. وهذا التحدي تنتحدى به كل من لاعب ماتيس سوبري لاعب الكوكب مراكش نتمنوا له بهذه المناسبه الشفاء العاجل، واللاعب نصر تلترينا وهشام الواش وصلاح السعيدي واللودي وكل من صديق استاذ خبو خريص وامين وكل من زملاء العمل. وهذا التحدي تنتمنوا ان كل شيء الناس يتبرعوا للناس غزال اللي هما محتاجين اكثر من اي ناس اخرين.